مشاهدينا، مصممة أزياء يمنية استطاعت أن تجذب أنظار عالم الموضة على المستوى المحلي، وتجد أيضا تصميماتها المستوحاة من الأزياء التقليدية اليمنية والخليجية رواجا خارج اليمن. مها الخليدي تعتبر أول مصممة أزياء في اليمن تمتاز بخيال واسع ولمسات فنية تجعل من تلك النماذج التقليدية المنسية أزياء معاصرة غاية في الرقة والجمال. نشوف سوى التقرير. استطاعت السيدة مها الخليدي أن تشق طريقها بثبات وسط تضاريس مجتمعية صعبة لتحقق أمنية طالما راودتها منذ طفولة. أمي كانت في البيت بتصمم لنا ملابسنا، فكنت على طول أنا جنبها وأساعدها وأتعلم منها. بعدين خلاص لما وصلت للثانوية حبيت أن أكون مصممة أزياء وعارضة أزياء. قوة الرغبة وجموح الخيال جعل من مها نورسا مهاجرا تمرد على سربه وانطلق في الفضاءات المفتوحة بحثا عن الذات. جابت مها ما يقرب من ثلث عواصم العالم، وحققت على مدى 8 سنوات حضورا لافتا في عالم الأزياء كعريضة احتفت بها دور عروض الأزياء في أكثر من عاصمة أوروبية. لما شفت أنه مستحيل أكمل أن أكون عارضة أزياء عشان بحب الأزياء، دخلت درست في مصر، ابتديت تصميم الأزياء، بعدين كملت في اليونان، بعدين رحت أخذت في كندا لسنتين برضو. بستعمل برضو القماش اليمني القديم اللي كنا بنستعمله يعني زمان، وبخترع منه حاجات حديثة عشان يعرفوا يلبسوها في أيامنا. يعني مثلا زي هذا عبارة عن قماش ستارة، كان بيلبسوه في صنعاء بدل العباية السوداء اللي بيلبسوها الآن، كان بيلبسوا تحتها زنة، عملنا منها جاكيت. وبنستعمل برضو الفضة القديم اليمني الأصلي اللي كان بيستعملوه فوق الملابس أو مصر فوق الرأس. تنوع البيئة الثقافية على المستوى اليمني وفرت لمها واحة خصبة من الموروث الشعبي، أضفت عليها معارفها العلمية الحديثة وروحها الشفافة لمسات فنية معاصرة أعادت الروح لأزياء شعبية اندثرت بعضها وتوارت معظمها عن أنظار الأجيال المعاصرة منذ عقود من الزمن. أهم ما يميز أعمال مها هو دورها الريادي، هي بدأت منذ وقت مبكر، هذا بالإضافة إلى أنها استطاعت أن تنجح في تبسيط عناصر الزي اليمني التقليدي وتقديمها بشكل في موديلات حداثية. هذا يسهم كثيرا في سهولة تقبل الأجيال الجديدة وخاصة الفتيات لهذه الأزياء. الإضافات والتعديلات التي تعمد مصممة الأزياء مها استحداثها في الأزياء التقليدية تبدو طفيفة، لا تفقد تلك النماذج من الأزياء أي من سماتها الأصلية، لكنها في الواقع تجعل منها خلقا جديدا يلبي رغبة المرأة المعاصرة ويستهوي ذوقها في سوق الموضة والتقليعات الوافدة. إحياء الموروث الشعبي من الأزياء والتعريف بروائعه خارج اليمن مهام صعبة تجشمت عناؤها مها الخليدي منفردة في وقت تبدو فيه وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها منهمكة على مدار العام بالتحضير للاحتفال الموسمي بالعيد الوطني. صباح الخير يا عرب. عبد السامع محمد، صنعاء. موجز لهم الأنباء، نختتم به ساعة الأولى لهذا الصباح.